أمي الحبيبة، أمي الحنونة، يا أحلى أم على سطح الأرض. يمكن هلأ أنت عم تسبيني وتلعني الساعة يلي شفتي وشي فيها، بس معلش يعني حقك تزعلي وتحكي لي بدك إياه، لأني بصراحة تخنت شوي. صحيح صار لي حوالي سنة يعني ما شفتيني شخصي، بس عزائي الوحيد انك عم تشوفيني بالتلفزيون على الطالعه وعلى النازله وعم تدعي لي، وكثرة طلعاتي على التلفزيون بتاكد لك قديش انا مشغول. الله وكيلك ما عندي وقت لاعطس فيه، طول النهار شغل واجتماعات واستقبال وفود وتوديع وفود وقصقصة شرطان حرير ووضع حجار اساس وجولات ميدانيه لقاءات جماهيرية، وخليها لله. وإذا قلت لك إنه أغلب الأيام بطلع من البيت وما برجع لآخر الليل، بجوز ما تصدقي، يعني حتى بالسهرة ما حدا عم يعتقني. يوم حفلة، يوم عشاء عمل مع وفد، يوم حفلة خيرية، يوم دعوة عرس، يوم افتتاح شي معرض. الله وكيلك اني من حوالي 3 أشهر ما سهرت بالبيت. امبارح خدي مثال، امبارح بالذات كنت ناوي اسهر بالبيت، بس تفاجأت اني مدعو لعرس ابن احد كبار الوجهاء بالبلد. طبعا مو حلوة امي ما احضر، خصوصي انهم حاطين اسمي لاشهد على عقد القران. ومين الشاهد الثاني يا حزرك؟ مدير الشركات المدمجة الدولية. ومين اللي كتب العقد؟ قاضي الدائرة الاجتماعية بذات نفسه. الله وكيلك العراضة اللي طلعت للعريس كلها مدراء عامين وموظفين كبار من المرتبة الأولى، ويلي كان عم يوصف بالعراضة رئيس مكتب التفتيش الأول، ويلي كان حامله على كتافه رئيس معهد التطوير الذاتي. تخيلي يمي، بالله العظيم تخيلي هيك عراضة بقى. لا لا، قال اجوا ليحرجوني ويعزموني على الدبكة. يفضح حريشهم، يفضح حريشهم امي، شو قلوا النهفات. ما بيعرفوا اني دبيك أبر عن جد، وما كنت خلي عرس بالضيعة يعتب علي. شركة بالراس الصراحة، ما بيصير ما بيصير. مو بس هيك امي، انا ما كنت ارضى ادبك الا اذا كمشت على الجحشي راس الدبكة يعني. ورغم انه صار لي 20 سنة ما دبكت، بس حسيت حالي اني بعز شبابي وطفيت كل المسؤولين اللي كانوا معي. ايش بدي ساوي؟ بدي ساير الاجواء. بس بتضل يا امي عراس الضيعة الها غير نكهة، ورغم كل هالبزخ بعرس مبارح حنيت لعراس الضيعة. بتصدقي انه مع كل كرت دعوة بعتوا قداحة ذهب بتسوى 10,000 ليرة، والمطرب اللي عم يغني كان اجرته 1,000,000 ليرة. شو بدي احكي لك يا امي؟ لاحكي لك يلي بيعيش هون ياما بيشوف شوفات وياما بتمرق معه نهفات. على سيرة النهفات، اسمعي شو صار معي الشهر الماضي لما طلعت حتى حط حجر الاساس للمبنى الجديد لشركة جرارات. على فكرة انا ما بحب هيك طلعات لانها غبرة وعفرة وقلة واجب يا امي، بس شو بدنا نعمل؟ لابد من هيك اجراءات، المسؤولية مسؤولية. المهم طلعنا لك على هالصحراء وطبسنا بالرمل والوحل لقلنا حاجة. ولما كمشت المسطرين لأفرش فيه الطينة تحت حجر الأساس لقيت الطينة نشفانة. وبتعرفي أنت قديش أنا شاطر بهالشغلة، اشتغلت طيان بصغري أكتر من 2 سنين. بخيت
حطيت لك شوية مي فوق الطينة وقعدت اجبلها من جديد. وصار كل يلي حواليه بده يتفرج علي شو عم بعمل. اشتغل الدفش والنعر، مشان هيك صرت بس بدي اخلص. مديت هالطينة تحت الحجر ولسه ما لحقت اكمش حجر الاساس بايدي لحطه محله حتى اكلت دفشة من وراي ورحت على طولي انا وحجر الاساس. يا لطيف يا لطيف يا امي، شو انخزيت يومها وتلودت بدلتي وقرافتي بالطين وانفكشت ايدي. بس صدقيني يا امي، هالحادثة ما أثرت أبداً على هيبتي وسمعتي قدام موظفيني. الله وكيلك الكل هون بيهابني وبيحترمني وبيحسب لي ألف حساب، مو أنا مدير مجلس الهيئات. يعني شغلة فوقانية كتير أمي، بس هذا طبعاً ما بيزيدني إلا تواضع وقرب من الناس. لهالشي بيقولوا عني إني اجتماعي كتير وعندي مواهب قيادية، منشان هيك ما في غير عم يسلموني مناصب زيادة فوق شغلتي. والمشكلة يا أمي يعني إني عم بنحرج وما عم بقدر اعتذر من حدا. اسمعي أمي اسمعي، شوفي هالنهفة يلي صارت معي. من مدة كنت عامل حفلة عشاء على شرف وفد أجنبي عم يزور البلد. قام رئيس الوفد حبي مازحني. شو قال لي؟ قال لي بتعرف قديش متوسط دخل الموظف عنا؟ قلت له لا والله ما بعرف. قال لي 3000 دولار بالشهر. قمت سألته هيك باستخفاف، وبيقدوا لآخر شهر يا ترى؟ قال لي نص المبلغ بكفيه ليعيش حياة سعيدة كريمة. رجعت سألته والنص الثاني شو بيعمل فيه؟ قال لي بنستحي نسأله. رجع اطلع فيه هيك يا أمي وسألني انتو قديش متوسط دخل الموظف عندكم؟ جاوبته بكل فخر واعتزاز 4000 ليرة وبكفوه لعشر الشهر. قام سألني بخبس يا أمي وكيف يدبر حاله لآخر الشهر؟ قلت له نحن كمان منستحي نسأله. يا لطيف، شو ضحكوا ضحكوا كل الموجودين وصفقوا لي على هالجواب الذكي. إيه. امي انت اكيد حابه تساليني وتطمني علي اذا كنت مبسوط ولا لا. بصراحه ما بعرف حالي اذا كنت مبسوط ولا لا، بس اشتقت لك يا امي، اشتقت لك كثير، لكلامك، لضحكتك، لمزحاتك، لمسباتك الحلوه اللي بتسبيني فيها. بس ما بعرف امي، الايام عم تركض ركض من دون ما احس فيها، لاني عم اركض مثل الزنبرك وحامل 20 بطيخه وراكد فيهم. لوين راكد يا أمي؟ والله ما بعرف. والمشكلة إنه العيون كتيرة حوالي، مشان هيك يا أمي ما بقدر أصير بشي. من زمان كنت أتمنى أكبر وأكبر وصير مسؤول كبير، بس هلأ بعد ما جربت المسؤولية صرت أتمنى أصغر وأنزل وأرجع إنسان عادي، مثلي مثل أي إنسان ماشي بهالطريق. أمنيتي بهالحياة، أمنيتي يا أمي إني أرجع على ضيعتنا وكفي هالكم يوم يلي بقيانين لي. قديش متمني يا أمي
أقعد تحت شجرة يوز وأتمطرق على هالأرض وحط راسي ونام على صوت المي والعصافير والهواء يلي عم يحرك وراء الشجر. آخ يا أمي آخ، قديش بشتاق أطلع على الجبل مثل أيام زمان وأصطاد أراني وحجر، أو أسرح بالحقلة من شقشقة الضو للمغرب. يا لطيف يا أمي، شو مشتاق لشي تمشاي بين البساتين بنص الليل بضو القمر، ولشي قاعدة على الأرض حوالين نار شاعلة نشوي درا ونغني وأنتي بيناتنا يا أمي. مشتاق لكل شي يا أمي، للضيعة ولبيتنا ولإلك. وبما انك يا امي ما عم تقبلي تنزلي بالسياره اللي عم ببعث لك اياها مع الشوفير، راح اطلع لعندك انا يا امي. استنيني يا امي، ما عاد فيني صبر، انا ما قصر بحقك ولا سبب، انا جاي حتى اضمك وبوس ايديك ورجليك وراسك. بختم رسالتي يا أمي، أعتذر لك عن تقصيري وبوعدك إني أعوضك عن كل أيام غيابي اللي مضيت. مساء الخير أخي. أخي توفيق، يا أهلين وسهلين. تفضل تفضل. خير توفيق؟ شوفي أمك عطتك عمرها اليوم الصبح، وآخر كلمة حكتها قبل ما تموت إنها رايدة تشوفها.